رئيس الوزراء سنيوينجي باو حط رحال ببريطانيا في زيارة تستمر 3 أيام ضمن المحطة الثانية له في إطار جولة أوروبية بدأها في المجر وستقوده أيضا إلى برلين. وين قام بزيارة لستراوفورد أيبون إيفن مدينة الروائية البريطاني ويليام شكسبير ومدينة لومبريدج مقر مصنع سيارة إم جي العلامة التي يمتلكها مستثمرون صينيون حاليا. وسيشارك رئيس الوزراء الصيني غدا في لندن في القمة السنوية الاستراتيجية البريطانية الصينية مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون. وفي الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء وين جيباو بجولة دبلوماسية للمجر وبريطانيا وألمانيا، أطلقت السلطات الصينية سراح المنشق البارز هوجيا من السجن بعد أن قضى أكثر من 3 سنوات بتهمة التحريض على الإطاحة بالنظام، وتمكن من العودة إلى بيته تحت حراسة أمنية مشددة بمعية زوجته وولديه. ويأتي الإفراج عن هوجيا في أعقاب الإفراج المفاجئ عن الفنان المعارض آي وي وي بعد قضائه 80 يوما خلف القضبان. آي وي وي اعتذر للصحفيين وأوضح لهم أنه غير مسموح له بالحديث إليهم وأنه لا يتمتع بحريته كاملة.